شوف يعني الوضعية بالنسبة للديوانية كلها هم إجا مسؤول شيء قال يا أبا هاي الناس شلون تمشي زين هاي الاطفال هسه هسه بالمطر شلون تقدر تمشي للمدرسه يعني أك اكو مسؤول فكر بينا قال ذولا شلون هي يعني خدمات ماكو لا مي لا شيء يعني يعني هي هاي الخدمات يعني اكثر شيء هي الخدمات احنا شرد شرد من عندهم كل شيء ماري بس خدمات ماكو هاي الشوارع هسه اذا اشوف الشارع اللي اللي يربط من من شو اسمه هاي النسر وتجي يعني سايد واحد والعالم هيك علي زين هاي هاي السيارات تبقى هاي السيارات تبقى هي في الشوارع زين انا هسه سيارتي طابقها بالبيت ما اقدر اطلعها حقيقه يعني كت... كل ما اجيبها طين وشي لا اقدر اطبفها بالشارع لا تقدر ت... الشارع كله طين وين اوقفها هاي هي معاناتنا هي اكثر شيء الخدمات صار. ما لا محافظ ولا ولا تفيد اي تظاهرات استاذ حقيقه يعني ما ما يفيد يعني ناس هي هم من من حكمه ولحد الان يعني سوانا يعني انا هناك بالرمادي مفتر بالفلوجة مفتر حتى وصلت للقائم يعني ناس بس ما يعني تح منطقتهم يعني يصير شويه بها امان تشوف البلديه الـ 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 الاليات الاليات تشوفها كلها ينظفون ويعني يحبون منطقتهم كحكومه محليه اكيد اكيد طبعا هسه 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 اذا هاي يقولوا لك ماك فلوس وماك ما ادري شنو هو زين وين هاي تروح هاي هاي معقوله هاي الايرادات هاي يجمعون منها هسا كل واحد ياخذون منه هسه بالمي قريت بالمي قريت يعني ياخذون 4000 على البلديه وهاي وهاي الناس اللي هاي ما يطوها ما يطوها فلوس مال البلديه زين هاي كل واحد 4000 وين تروح يا اخي يا مشكله الكهرباء جا ياخذون كهرباء زين هاي الايرادات ما لها حوبه يعني معقوله هيك معقولة الدولة ما تطي زين هذا المشروع اللي يسموه شركة الرافدين حفرت بكيفة أكا حد مسؤول جاء قال يابا ليشي ليش يعني حتى كان الشارع يعني أحسن من هذا يعني هي إجت خربت حقيقة يعني خربت الشوارع يعني هذا الشارع اللي هسه هو شارع المستوصف يسموه كان صاب وشي إجت فلشاو وخلوا الشارع بعد كله مطبات وشي ما تقدر تطبي احد احد مسؤول قال يابا هاي شنو هي يعني اجوا وقال لهم يابا انت جاي تخربون جاي تسوون ماكو يعني سبات المسؤول المسؤول اللي موجود بالمنطقه يخدمونه على التليفون وهاي الناس الفقره اللي ما عتلا غير بس الله ما حد يسالها ما حد يوقف يمه زين احنا نسال الحكومه المحليه بالمحافظه يعني غيره ما انتم ما تشوفون ابو الانبار شلون اشتغل؟ ما تشوفون ابو الرمادي شلون اشتغل؟ ذولاك الناس غيرتهم احسن من عندكم انتم ولدنا انتم ابائنا المفروض يصيرون احسن زين الشيء الثاني لقيتوا ذيك المناطق ما شفتوا من عندنا شو تقولون انه صار؟ جيبوا الجبال كهرباء ندفع للماي ندفع لا حد يطلع لا حد يطلع يعني هاي المجازاه بس نعتب على الحكومه المحليه نقول له غيرتك على الديوانيه وين صارت؟ حتى اللي ما يعرفها يشوفوا ويتعلم وشكرا. ما عدي شيء والله نفس الحكي. والله ملينا خدمات ماكو زفت خاصه حي العسكري من الطول للطول ماكو خدمات يعني الجهال تروح الامتحان توقع ذاك يوم جنازه هنا عتره ووقعت العالم بالجنازه. زين المحافظ يروح للعروبه يلم الخيل حسب المحسوبيات هذا بحزب فلان وبحزب فلان ابلط هذا ابن الدكتور هذا ابن المحافظ هذا ابن القاضي روح الحي ضباط كلها بلطوها روح للجزائر وين الفرع الزغير بلطوه ليش حي العسكري اذا ما تابع الدواني قولي له لعبه حي العسكري هو وين يفوز حي العسكري يبدي من طريقه عفش الطريق الدغاره يعني ثلاث ارباع الديوانيه ثلاث ارباع الديوانيه حي العسكري معدوم من الطول يعني ماكو وقت الانتخابات يقول تخيلك انتخبني تخيلك احنا وخدمتكم وكلت كذي والله ملينا <applause> هذا الشارع هو بالنسبة للشارع كان تبليط تبليط كان إجت شركة الرافدين فلشته فلشته وعافونا هسه بدون لا مجاري ولا ولا مي والمعاناة اللي جاي يشوفه هسه انت بهذا بها الشارع هذا الشارع الرئيسي طب للفرعيات وشوف هسه بنفس الوقت هسه بنفس الوقت لما راح ننهي اللقاء طب للفرعيات وشوف بالحسين الشهيد روج روج ها كانه ما يعني شنو الهور مو هيك وقص حتى دجاج مي ماكو هيك يعني احنا لو محسوبين على الديوانيه لو لا يعني بس بوقت الانتخابات سيد حسين بكثر وفلان بكثر وعلان بكثر وش اسمه هذا ببطانيه هذا ابو هذا في شيء وبراها ما حد ما حد له شغله بينا ولا واحد حسب حسابنا تمام؟ الله اكبر يعني يحسبونا يحسبونا مثلا على الاغذيه والنواحي يحسبونا على فشي يا ترى عليه ماكو لا لا وهاي الشباب اللي يشوفها كلها قاعده لا شغله ولا ما هو شكل مصانع انا بالنسبه لي هسه انا جاي اشتغل نجار بالقالب اشتغلنا بالنسيج بالنسيج هي النسيج نفسيته اشتغلنا بالنسيج معمل ماكو وبعدين وقفوه على كل حال فاحنا هسه احنا ما هس علينا بشغله الشغل في الشواء احنا نحش على منطقتنا بالحسين الشهيد يعني اول تمس انا قاعد من شغله على مدود الجهال المدرسه الله شاهد الله وكتبه ورسله قاعد عندهم امتحانات ما اقدر اعرفهم بالايام العاديه اقدر اعرفهم صراحه اقدر اعرفهم بس بال بال بالامتحانات شلون؟ حتى الله ما يرضاه يعني خلوا الله بين عيونكم اللي سيد حسين واللي سيد فلان واللي مديهو هو واللي هاي وهم صار لهم اربع انتخابات هم مستمرين كان عناد وكان سيد حسين وكان الفيصل النائل وكان مدري هو وكان جبير وكل شيء مرت هسه احنا كل شيء ما نريد انتخبنا وقلنا وقلنا ما بس شو نريد؟ نريد مثلا نريد شارع نريد نريد مجاري نريد يذكرونا بس يذكرونا لا اكثر ولا اقل الله اكبر وين 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 الحكومه؟ بلد الخيرات بلد اليمه عايشين غرباء احنا يا اخي ما تريدونا اعطونا لجوة خلونا نطلع برا خارج العراق على الاقل هناك حش سامع الحيوان عنده حقوق الحيوان عنده حقوق هنا أنا كل شيء بشر ما كل حق زين انا حاكي معاناة عن شعب العراقي كامل اطلعوا يا احزاب يا حكومه جديده اطلعوا شوف العالم القاعده بالشوارع بالشوارع قاعده بالشوارع ما عندها لا بيوت لا عندها فد لقمه ياكلون من الشوارع من الزبايل من الزبايل ياكلون هذا شيء شيء الثاني تعالوا شنو اللي وفرتوا وجبه غذائيه ياخذون فلوس كامله فلوس كامله ماكو وجبه غذائيه شنو اللي وفرتوا خدمات ماكو خدمات بس وقت الانتخابات تجي الاحزاب سياراتها وهي انا حزب الفلاني انا حزب الفلاني انا فدك كل شيء بس اصير ابيكم خير دللو شنو الوعود تريدوها اعطيكم اياها تالي يصعد ما يعرف لاي واحد يجون هنا يذبون ترابات ويمشون والله شنو هذا الاعمار اعمار ايش؟ ذبت ترابات طالب يوقع اللي جاي بالطين والله بعينها هاي انا ركضت بعينها هاي رفعت بنات اثنين طالبات يمكن حوالي بالثالث ابتدائي من الطين قوه طلعتين من الماي ده جاي الماي نقرا مقابل المدرسه ليش يجي ليش دمرت العراق هذا بلد الخيرات بلد اليمه ليش يجي ليش من هولات تجي من هوله ايش كبرها كبيره ما بيها قبق ما بيها قبق هاي قبل سنه وقعت بنيه هنا وقعد بالمنهوله مفتوح قبقها احنا نمشي نجيب شنكون نحط بحلوق المنهولات ليش؟ ليش دمرت العراق؟ الاحزاب اطلعوا انتخبناكم اطلعوا شوفوا العالم هاي المساكين اطلعوا يا محافظ اطلع مو كان قبل قبل مدير اه شرطة السابق مو كان يطلع للسوق مو يتفقد العالم اطلع شوف العالم هاي المساكين يا الدوله الجديده اطلعوا شوف العالم هاي باعوا ليش باقي ورا كراسي تعاركون على مناصبكم بعها العالم الخريجين انا احكي كافه معاناه الشعب العراقي خريج يتعب يشبع ضيم يقرا ويشتغل عماله في سبيل يجيب فلوس على مود يروح يمشي المدرسه يصعد سياره ومصارف ملابسه ومصارف كتبه وتاليتها يتخرج يتخرج تعيين ما يلقى ليش؟ والله عندك واسطه بحزب الفلاني تمشي ما عندك واصب على الفلاني لا عملتك معاملتك تمشي لا انت تمشي ليش؟ ليش يصير بينا هذا؟ ليش واحد ياكل الثاني؟ ليش الفقير هو الضحيه؟ ليش؟ يعني انتم حاربتونا كل شيء حاربتونا شوفوا معاناة العالم هاي بحي العسكر الثاني عالم آه كاتلها الضيم عالم بسطاء آه فد وقت الانتخابات تجيهم العالم وورا الانتخابات راح نسوي لكم نسوي لكم انتهت ولا واحد يشوفه من عندهم يكون آه يشوف المدارس يعني معاناة تبكي والله تبكي على العالم والله خدمات ماكو يعني هسه احنا الوادي صعدت يقولون للقمه واحنا ندوس بالطين نعمش بالطين واحنا خير من الله نفوط عندنا وعندنا هم الصناعات هاي تشتغل ومعامل تشتغل يعني احنا كل ناسينا فرد والحكومة كلها ناسيتنا هاي التجاوز الوادم الفقره يدون يشيلونها يعني ما عندهم وين يولون ايجارهم ما ما عندهم حطوا ذن طابوقات وقعدوا ايجار يرحون؟ خطيئة. ما عندهم وين يروحون خطيه يقول مدير التربيه مشتكي عليهم يريد يشيلهم زين ذولا وين هاي المره استوها بنت تشوفها هاي استوها بنت والله بسبع ملايين بنت والله ذول الفقرة يعني والله استوهم بنا وعدها عدها خمس بنات عدها وولاد وحيد ورجلها كاسب وذولا كلهم هم كلهم كلهم والله العظيم كلهم كاسبين ما عندهم خطيه قاموا يتباشون ان جاهم التبليغ وانا ثلاث تبليغات يجي ابن على باب الله يشتغل ببغداد بفرد وما يحبر واجا ثلاث تبالغ لي وهسه قبض عليها ما هنا ما عندنا غرفتين وحمام يعني هاي الوادم وين تروح يعني الحكومة عافتها كلها اجت على هاي التجاوز الوادم التعبانة خلي عوضون خلي عوضون بنياننا والله خلي عوضون بنياننا نشيل يعني كل واحد خاسر له ثلاثة واثنين واربعة وين يروحون يعني وين يروحون احنا نريد ان الله من يعني توصلون صوتنا للوزارة اللي تسمع يعني تجي في بهاي الناس التعبانة تعبانه كلش والله. وهذا الطين تشوفونه، هذا الطين, <applause> هذا, الطين. <applause> هذا الطين ماكو خدمات، والله يعني احنا وفروخنا هاي, هاي الفروخه تشوفها راجعه بالطين للركبه، يعني همات حرام همات خلي تبوعون للشعب شويه، يعني الشعب مو بس يصوت ويطيهم و... ونروح بيوم انتخابات السيد يقول حرام عليكم تطلعون من بيوتكم ونروح احنا نصوت، غير واحد يخدمنا واحنا هاي ان من الله منعتكم عندكم نريدها والله توصلون الصوت للوزارة. والتربية هسه مدير التربية هو المشتكى علينا مدير عمل التربية اي وين تروح العالم ايجار ما عندها شغل ماكو شغل وقف ماكو شغل والله وقف ماكو الوادم تطلع وترد هاي كلها عمالة هي يطلعون ويرجعون يعني منين يجيبون للإيجار؟ الايجار ايجار 250 ها هاي صار لها ثلاث اشهر ان جانا التبليغات ووادم حضرت للحاكم وراحت وقال لهم الحاكم اعطيكم مهله ست اشهر وشيلون خلي يعوضون ما يخالف نشيل خلي يعوضون انا بالنسبه لي عندي بيت وعندي ملك نعمه من الله بس هاي الوادم الفقرة انا طالب لهاي له الوادم الفقرة والله انا عندي ملك ونعمه من الله والوادم كلها تدرى عندي ملك والملك لله بس هاي الوادم الفقرة خطيه كلها تبكي والله وتعبانه وجوعانه يعني كلها سنة <applause> جاتنا المركز الحزيري جونا كل ما قالوا, قالوا قالوا لكم فترة محددة يشيلون ما تبقون ببيوتكم زين وهم رجعنا لهم هم قالوا ما ما ما, ما بيدينا شيء من المجلس المحافظه بقى. احنا يا ما اشتكينا من مجلس محافظه هو هذا وضع وضع حي العسكري لا مجاري لا كهرباء لا ماي وضع متخربوط وضع هلكان كان كلش يعني هذا بو... يعني بلد هذا بترون من نفط هذا وضع بترون هذا نفط هذا يعني احنا طالب مجلس محافظه نطالب مجلس, يعني مجلس نواب نطالب رئيس البرلمان محافظة القادسية تعبانة كلش، لا خدمات، لا شغل، لا عمل، عطالة بطالة، الوادم تعبانة، لا شغل لا عمل عطاله بطاله الواد تعبانه لا شغل عمل احنا نطالب مجلس محافظة يسوون حل حيل العسكري مجاري تعبانه كهرباء تعبانه اي حي عسكري محافظه القادسيه كلها تعبانه الدوانية الديوانيه كلها تعبانه يعني وين وين نروح؟ وين نشتكي؟ طبعا احنا ناس فقراء متضررين تعبانين من دون المحافظات محافظه الديوانيه محافظه ما بيها كل اعمار ما بيها كل انجازات ما بيها كل مشروع الشوارع تمطر الدنيا تغرق احنا كاهالي نطلع بالشارع حاطين كراكتنا ومساحاتنا في سبيل مشي الماء هاي وحده ان شاء الله الثانيه هنا ما إن شاء الله احنا ناس متجاوزين فقرة على قد حالنا على قد حالنا يعني كسا يحاربونا على هاي الغرفتين ما بيها 100 متر ما بيها والله والله اكو عالم قاعد ب 75 متر اقل 75 زين وين تروح على الناس المساكين كل فتره وهددوها بالشيله وكل واحد حاط له سته سبعه جهال حاير بعيشتهم وين تروح هاي العالم المساكين وين لا اعمار لا وظائف لا رواتب كل شيء ما حصلنا خد تسمعنا الحكومه الجديده قد تسمعنا الحكومه الجديده ناشد الحكومه الجديده يشوفونا لنا حل ناس فقره ناس مساكين كلها عدة عوائل اقل واحد بيهم انا عندي سجاد ما حد وصلنا ولا واحد سأل علينا ناس تعبانه بيوت جات توقع اكثريتها طين جا توقع فوق الناس هنا احنا واحد يساعد الثاني كلها اموره تعبانه العالم ثاني بعد ما كل مشارع يا اخي جاي شوف بعينك هذا عدة مرات يطق علينا البزن ونغرق بنا الماي لبيوتنا ماي مطر ترسبات تصير بالشارع احنا نسويها احنا نمشيها مجارة السد احنا نمشيها مايها كل شيء ماكو لا اعمار لا انجازات كل شيء ماكو فوق كله يحاربونا يعني احنا ناس فقره قاعد هنا حصر علينا نقعد هنا جوا قوقات كله بنياننا قوق وتعبان يحاربونا عليها على شنو طلعنا كم مره ماكو فائده طلعنا عده مرات ماكو كل فائده كل فائده ماكو طبعا اكو مدارس اكو هنا اربع مدارس وحده قريبه عن الثاني وحده قريبه عن الثاني يعني احنا ناشد وزاره التربيه ومكان ما يبدون هنا مدرسه واصلا هاي ما صح البناء قبل كم سنه طلع هنا مشروع على اساس يسوون مشروع هنا نزلوا درن للقاع طلع ماي عافة المقاول ومشي يا اخي ما خالف يدون يسوون مشروع خلي يعوضونا يعوضونا اي شيء قابلين حتى لو قطعت عرض 50 متر وين نروح؟ وين نمشي؟ ومكان ما جاي يحاربوننا التربيه خلي يطلعون للمدارس مالتهم والله طلابنا احنا نشتريهم قطاسيات لا لو الماي طلاب معلم معلمه يقول له طالب قوم نظف صفك انا بعينها داخل الصفوف ما عندهم رحلات ما عندهم رحلات ما عندهم قاعدين على القاع خريجين ظالين يصير كالناس في الشارع ما يحصل وظيفة يعني يا أخي مكان ما تحاربونا شوف هاي الناس الفقرة وضع. العراق دمرتوه والله دمرتوه خلي تنوعونا هاي الزبايل وهاي الوصايا خلي احنا راضين بها بس كون نقعد انا عندي واحد فتحتين بقلبه وهذا نايم طب وشوفوه تجاوز. تجاوز ها بعد روحي وعندي اثنين معوقين وكل شيء ما عندنا اشتغل بالمستشفى ب 5000 في سبيل اعيشهم هذا اللي اللي يمر عليكم انا ما انامه في سبيل اعيشهم وعيش عائلتي زين لا راتب عد. هذا كلها المنطقه تشهد لي <applause> لا راتب عده لا عده شبكه لا عده كل شيء ما عندنا غير بس رب العالمين زين احنا بيش نعيش لا يشيلوني بيش اجراني بيش اجراني يقولوا لي بيش اجر اجر, أجر بال 150 اللي يعطوني اياها المقاول يا يعطيني اياها بيش اجر يلا فهموني وهو لا حول ولا قوه هسه طلع مش هيجيب له دينت لي 180 مش هيجيب له ابره لقلبه فتحتين بقلبه دينتهن من المستشفى وجبتهن في سبيل يقعد الجهالة بس يقعد قدامي هذا هو أكو واحد جاء طبع علي أكو واحد نشدني أكو واحد قال شكلت شربته كل شيء ماكو وهاي الزبايل وهاي الوسخ راضين بها راضين بها في سبيل لا شيء ما أريد نشيل أنا لا قال له وين أمشي وين أمشي يلا هاي الحكومة إحنا تنطرناها سنين وسنين وتقول تجينا شاهدش يعابونا خلي يروحوا بالتربية خلي يروح هاي مدرسة وهذا نسيان مدارس وهذا مستوصف كان مو يجي أنا هنا حرام عليهم ثم حرام هم شبعانين ونايمين الليل وياكلون احسن اكل انا باذنجانه ما ببيتي خلي يجوني بوتيتا هذا كيلو البوتيتا ب 500 اتحصر عليه اقول منين اجيب ال 500 خلي يطولنا يتنوعون هذا المريض يتنوعون هاي العوائل عيب عيب والله عيب احنا نتنطر المطر يجينا الدوري يجينا الحر احنا نطرهم خيرهم يجينا علينا يطيح وهم بكيفهم ظلت يم الله ويمهم احنا ما نريد من عندهم غير المساعده يطول عمارتهم ويزيد حظهم يتنوعون انا كل شيء ما عندي هذا الشارع كله يشهد لي اشتغل ب 5000 خمسة آلاف المنطية هسه دينت مية وثمانين في سبيل يمشي يجيب له إبرة القلبة فتحتين بقلبه شارع تعبان لا خدامه لا واحد يشوفنا هنا طابشين بالطينه بيوتنا غرقت ومطر هذا لا واحد يساعدنا من ذاك اليوم لهذا اليوم يا استاذ شوف هاي يعني شوف الطين والماي وصل لبيوتنا لا, لا يعني ومن يجينا حد لا مسعود لا واحد لا مثلا يعني مدير ناحيه لا محافظ يشوف هالشارع هذا حي العسكري يعني ماكو هذا الصدر الثاني كل شو ماكو خدمات له وطابسين بطين للاعلام وشوفوا لنا شارع عمي يقولون لنا ترحلوا نظل هنا احنا شوفوا لنا شارع. الاحزاب الاحزاب بيوم الانتخابات يجون يفترون على البيوت يدق بابك وح... ومن ياخذ المنصب مالته يعافنا بهالوضعيه هاي نشكي امورنا. وشوف بعينه واعرف والمسؤولين اعرف هاي الناس اللي هنا يعني بالصيف احنا ما مرتاحين بالشتاء احنا ما مرتاحين اطفالنا تروح للمدرسه مرتين يرجعنا يرجع يطلع الساعه بالسبعه ب بثمانيه كله طين نغسله مره ثانيه ونبدله يتاخر عن عن الدوام يعني شارع منتهي منتهي الموصل ات تهجرت وخربوها وخلال يومين عادوها هاي المنطقه كل شيء ما بيها صالحه ناس امنه اكو عداوه يعني اكو في اكو في غرض يعني ذيك المناطق الغربيه سووها بالتراب وهسه شوف الاعلام وهسه وهسه الناس كانما ما ما صاير بها اي مصيبه احنا جايين نعاني من من زمن السقوط والحد الان لا واحد يوميه طلعت المحافظه وراح نبلط وراح نسوي السيد فلان ها الظاهرنا وجمعنا يا مسؤول لجنة التم هاللمة هاي نطلب من الله ومن احنا عفونا الكبار مع هاي الأطفال هاي الأطفال بعد ما له خلق حتى يقف بالشارع يجي يطلع على عشر دقائق يجينا كله طين الصبح نطلع قلت لك مثل ما قلت لك مساء اكرر كلامي نطلع على الدوام بالسبعة يجينا بثمانية كله طين المدارس أذتنا المدارس من يجي يشوفك الطالب كله طين الحكي علينا ونطلب من الله ومن عندكم تخلصونا من هاي الطين والمطر والمجاري ماكو العالم قامت وصلت اليوم مستوى علمي احنا مجاري الضالبه ببيوتنا مستنقعات عايشين الحمد لله والشكر ما عايشين لا تقول بعراق ولا بدولة عايشين بنص مستنقعات وهاي الأطفال يشوفوها كل ما هاي نشتري لهم كزمات يروحون للمدارس لو ألمهم بستوتة لو ألمهم بسيارة كبيرة ونوديهم يعني احنا صار لنا سنين 15 سنه استلموا الحكم ايش قدموا لنا من خدمه؟ هذا شارع رئيسي كل ما نقلهم هاي شركه فلشته، شركه هيك يعني ما يصير هاي هيك حكومه تعبانه يعني لو هم يدبرونها ويقعدون على المناصب يسوون شاره هاي الوادي لو يقولوا عم احنا ما نقدر نعتزل نروح نشوف ان غيرهم كل ما اجت الانتخابات وانتخبنا وانتخبنا وانتخبونا, وانتخبونا واحنا نقدم لكم واحنا ولد منطقتكم واحنا وهاي يشوفون حالنا هذا لا عندنا كبير يطلع لا عندنا صغير سوينا مظاهرات نفس الحاله قعدنا ببيوتنا نفس الحاله يعني حل ما الها هاي ابد ما لها حل واحنا نطلب من الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا ما ما نطلب من عتب لان هم ناس ظلمه وباطلين اساسا باطلين هم ما اجوا لا بخدمه مواطن ولا أي اجوا بخدمه تخريب هالبلد هذا والبلد هذا عانى من الاف السنين والحمد لله والشكر الاحزاب كل دور مالهم يتعاركون على الكراسي بس على الكراسي كل ما الحزب فلان وحزب فلان فتحوا لهم مكتب هنا شافوا ما خدمتهم الوان الناس فقره عزلوا المكتب وراحوا هاي هاي حالنا من زمان احنا يعني كل كل مسؤول ما جانا لا في يوم شفنا محافظ لا مجلس محافظ لا فد واحد من هاي الاحزاب اللي يدعون احنا احنا ناس وين الفقره كل شيء ماكو يوميه يدقون ياخذون اهل التجاوز لبوهم بالسجن ودوهم للقاضي نريد نسوي فلان شيء رجعوا النوب ما سووا رجعوا سووا تراب والنوب حفروه يعني كل شيء ما استفادينا من عندهم ابد ما شفنا اي أيوه. هسه ما نعرفهم اصلا هسه لا يجيني المحافظ ما اعرفه ما نعرفه لان احنا احنا ناس منسيين عمي ناس منسيين على الوضع الـ الامني على الوضع الـ 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 هذا الشارع هذا اساسا تبليط هذا الشارع اجت شركه الرافدين عود تصلح لا ما صلحت لا خربت زين الاحزاب بالنسبه للاحزاب كل من حزبه ومصلحته ووضعي تعيين لو طب بحزب تتعين لو ما طب حزب ظل حالك حال باقي الناس الضاله كانت الوضعيه هاي زين ماكو اي خدمات لهالمنطقه ماكو او للمحافظه ماكو هاي صار كم سنة؟ كم سنة؟ هذا شارع النسر من 2008 وهذا سنة 2019 وماكو مسافة 250 متر نمشي بستة ستة أمتار سايدين 6 أمتار نمشي بيه وهي مسافة 250 متر وينها؟ أكل أكل الأخوة غير الحكومة؟ ماكو أي أي أعمار وللمحافظة ماكو وصوشة صوشة أهلها المجلس المحافظة رحلات ماكو شو هسا جاي صالحون وكل ما يطلب منا ألفين هسا عود شلون نروح للمدرسة كلها طين نروح المدرسة كلها الرحلات نتسر أدو معتو من أدوم بالهالة بالدوع هسه نروح بهاي الطينة حتى ما تيطبين معاناتنا الشوارع طين ما ينطلع بها اقل مطره بعد لا تقدر تطلع لا ت... لا تقدر تمشي جهالنا متبهذلين ما يقدرون يوصلوا للمدارس بسهوله أو هاي المطرة راح للمدرسة أجا كلنا قاطين زلق ورجع للمدرسة ما قدر يداوم لو ما الامتحانات أنا ما أخليهم يداومون بس على مود الامتحان لأن يوصل يوصل كله طين يعني إذا تمرضوا أنا والمطرة ذيك قبلها نقع لأن هي وضعية الدوانية كلها تعبانة لا ما حد قدم أي خدمات للدوانية من صار سقوط الحد الآن شنو أي شيء للدوانية ما تقدم احنا نشكر الحكومه على الوضعيه هاي شوفوا قدامكم ماكو داعي واحد يشرحها وريدنا سمشات من عتوم صغار نربيهن بس هاي مال الطوبه مال جهالنا وشكرا والله والديكم ما يقصرون نعمه ونشكر مجلس محافظه لانه وقت الانتخابات يجون يقعدون هنا بالوساخه بالزباله هسه ما حد يجينا وقت الانتخابات كلهم يجون يقعدون هنا كلهم ولا خير بيهم احنا نقدم المعاناه مالتنا اذا اكو مثلا فالشخص يتقبلها من عندنا خلي يشوفون هاي الحاله خلي هاي الحاله ببابه ابو مجلس محافظه سواء وزير سواء محافظ سواء مثقفين اللي ناشطين خلي يخلون الله بعينهم وهاي هجة هاي شوفها شنو حالها وشوف حالنا احنا هاي شوف حالنا صار بينا نريد شويه من المروه اذا اكو مروه عدهم واذا ماكم مروه واذا ماكم مروه عشان نسوى اكو الله يتنوع عنا ويشوفنا والله احنا اجانا هنا الوادم اجت وقالوا باكر نجيب ماي ونسحب ونجيب مطارات ونجيب شفلات ونجيب تراب ونجيب ما شنو طلع كله هواء في شبك كذب بكذب وخلي عيننا بعين الله ماكو بعد المن المن نريد نسولف المن نريد نسولف بالانتخابات يجي يدقدق بيبان. بالانتخابات يجي يدقدق بالبيبان ويقشمر الوادم بسجاده ويسولف لك بالدين واني واني لمن يصعد لان ابو الاني ما هو حتى رقمه يخيطه يطفيه يولي يذبه وبعد ما يعترف بنا وين احنا خالقنا. يجي ياخذ مالاته يضحك علينا ويروح واحنا ضالين مطبه ياهل يجي يعبرنا ويطلع والله كريم. خلى عنا بعين الله ومشكورين هاي شوف الوضعيه خايسه وامراض و... ووضعيه تعبانه كلش بعد هاي قدامكم لا شارع بيحاض لا لا اطفالك تقدر تطلع للشارع مرض ضال الله وكيلك بعد انتم هاي الوضعيه قدامكم بعد ما حاجه يعني واحد يصور فيكم ولا واحد أس... اساسا يحكي يعني انت تصور هسه بكيفك انت قدامك وضع هو تعبان قدامك هاي العسكرة كلها على انطلاقة هذا منها تعبة دواني يا دواني أتعب أتعب محافظة هي الدواني ما حد لا واحد يسولف لها ولا واحد يدافع لها ولا اكو شارع بيها بها حظ ولا اكو وضعيه بيها حظ عرفت شلون؟ هي اتعب محافظه هي الدواني يعني لا واحد يتخربط عندنا لا لا اذا توصل لا تعبر سياره من هناك لهنا وهاي تشوفون انتم وضعيتنا شلونها بعد وصوتنا هذا تريدكم توصلونا هاي الامراض هاي الريحه وضعيه تعبانه هاي هاي تشوفون زعاطيطنا شرد اقول لك يعني شرد يعني يحتاج واحد يحكي مثل مثل يعني يحتاج لو اول مره اول مره يعني جديده علينا بس انا انا من يمي يعني أقللهم واذا عندهم ضمائر هاي هاي قبل لا تكون منطقتنا هي محافظتهم ومو مو 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 يعني مو احنا مو احنا اللي 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 بس من رخصتك مو احنا اللي نقللهم وننخاهم هم ولد عشاير ومثقفين وشهادات من يقبلها ضمير إنسانية دين مرة سنة سنتين ثلاثة أربعة نقول هسه نتأمل بهم فد شيء مو هالشكل مو هذا 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 توقعاتنا بهم ليش 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 انصدمنا بكم ليش, ليش؟ وتجي انتخابات ونقول لا بال لا بالله اخوتنا ولازم نفزع هسه ما فزعتكم مروا بينا مره متوصل بينا مرحله انه بمنتجن نقول لك لا لا مو هالشكل مو معقول هذا تقبلها انت هسه احنا بغض النظر عن التسميات هواي اسماء تبدلت وقلنا يا الله ما قلنا شيء انتم بجدام احنا بظهوركم لا تخلونا نهد هم من نهدد انا منكم مثل ما سويتوا يعني ترى صدقوا بالله ما تظلون <applause> اولا احنا تعرفون هالموقع الموقع العسكري موقع تعبان لا كهرباء خدمات ماكو مجاري ماكو كل ساعه يجيك واحد هاي تابع إليه شيء للناس هاي الناس نص حشد عماله شوف هاي بيوت تعبانه يعني شهداء عدها جرحى يعني الناس تعبانه وين تروح لا مكان لا قطع اراضي عدها لا راتب على الله وعلى هذا المكان والله يا اخي الحكومه يجيك يا بيك حال وتدلل وما كله خاطرك طيب ورا يومين خلاه وراح شو تسوي يسوي لك؟ بس. كل من مسؤول على نفسه الفقير الى الله يا اخي يا احزاب رحم الوالدك هسه هناك اهل بيوت كل بيت تلقى بيه واحد اثنين كلها شهداء وقسيم كلها بالحشد الشعبي يعني شنو ذنب في العالم؟ شيلون بيه يركضون وراها مظاهرة ايش تطلع مظاهرات؟ ايش تطلع؟ هسه لو تطلع سنه كامله تنام بالشارع يا فقير ما حد بحاله يا اخي. انت لا تقول لي تطلع مظاهرات يضحك عليك يظل والله كل كنا ظال يقول لك يضحك علي هذا هذا لو يظل سنه نايم بالشارع ولا احد بحاله. كل من يقول اخي روحي تنتمي الحجيب الله الله ينعم عليك. ما تجيب بحزب روح حالك حال هاي حشاكم. موازنه اذا اذا تبقى على الموازنه العراق كله يتغطى بالموازنه. ما يظل فقر بالعراق. ما يظل كل فقر، يعني كل بيت يعطونه راتب، كل طفل هذا شوف هذا الطفل له راتب خاص له. بس يا موازنه موازنه تروح كل من حصته يعني محافظات شقدها اقليم كردستان تاخذ اكثر منها وهي اقل اقل من الديوانيه ترى قليم كردستان انا اللي احكي لك انا رجال ناجح احكي لك ناجح انا قاعد هنا بالتجاوز هذا حصه الاقليم اكثر من محافظات العراق كلها شنو ذنب الناس؟ لا تقول لي لا حكومه ولا هو هاي تشوف بعينكم تجاوز وهاي تشوف واحنا تعبان وضعنا تعبان يعني تعبانين للاخير يعني يعني ما بيك من يقول لك يلا اطلع يعني وين تروح اللي تقعد جو الجسر وين تروح لا مكان لا تقدر تبني لك مثلا ابسط الامور يعني غرفه والله ما تقدر تبني والله ما تقدر تبني يعني مجي من 2006 7 12 2006 تهجرنا لا جاء الدوله لا اعطونا بيوت لا اعطونا شقق لا اعطونا فرشي يعني هسه احنا حالنا حال الضيم بالزباين التنك الناس سياجاتها يعني اكو ناس تتعشى ما تغدي اكو واحد اجى سال عليه اكو واحد قال يا شنو الناس شنو شغلها شنو عملها ما سأل ولا واه سيطون عوده ويرجعونا المكانات نحن مقابلين يسوون لنا امان هم نرجع سووا لنا امان هسه بعوده مثلا يعطينا مبلغ العوده مال تشقد انا آه من الصبح ارجع ما حد يبقى الناس هاي تسوي لها عوده ترجع بس انت ناس هسه قاعد هنا لا واحد يسال عنها لا واحد يقولها هاي شو العالم شنو عملها شنو شغلها الله وكلك يوم واقع غرفه يوم واقع بيت يوم شنو يعني شنو حاطتنا حالنا حاله شلال حاطين الله وكيلك بالزبايل حاطين لا واحد يسلي عليك لا واحد يعني ما معقول يعني هاي دوله ايش كبر صار لنا 13 سنه لا والله كل شيء ماكو يا لا واحد يجاني ولا واحد ما حد يشاف وانا مريضه وضعيفة حال هسه ضعفت كل شيء ضعفت يا اخي اللي شو لا عنده مكاني اتغرض منك من اي والله بالتجاوز وقعده والله والله ولادها خطير قاس كساب كل شيء ما عندهم ما يشتغل هذا عنده مريوحيتك ما عنده يطلع عمالة مرات مرات ماكو وعدوا وليد وعدوا مرة تهم مريضة خطية هسه و... وأنا هذا حالي شوف لخالتكم قصة عند الطبيب قصة وما فات لا هي هاي الحصة بس الكبار احنا ضايعين بيها هاي احنا ضايعين هاي ما حصة النبوط ضايعين بيها يعني أنا أنا عمري 44 سنة زين كنت أشتغل بالعمالة أحصل يوم أحصل عشرة ماكو عندي خمس جهال زين ومرة وياهم يعني انا من حق 25 تكفي لك هاي خمس جهال ومرة وياهم زين من عدد المولدة 25 بالشهر زين انا قعدت يعني ما اقدر كلياتي تعبانه ما اقدر قمت فتحت دانت لي منها دانت لي منها فتحت لمحل هنا قعدت هنا هاي ديانة هواي عندي خير من الله ما... ليش ما تطلعوا مظاهرات؟ وين نطلع مظاهرات؟ مضارات... مظاهرات وين تطلع مظاهرات؟ سرعة الوادي مملت مو ملت هاي كان جو باتون جوا الجسر وما ماكو كل فائدة ما صار شيء الأطفال هنا أكو مدارس؟ مدارس مدارس هي موجودة عندنا مدرسة هاي الإرشاد مال ولد وعندنا مدرسة الزراعة شوية بعيدة ورا شارع الثورة بس الزهرة هاي البنات يعني البنات هذا صف الاول ابتدائي تروح مشي هاي بيام المطر لا والله صعدهم بس تاخذهم واروح يقولون احنا التجاوز يعني احنا مو تجاوز احنا اهل البلد هذا احنا احنا اهل القاع والتجاوز يعني كيف الفقره ما عندنا بيوت ويسمونا تجاوز احنا مو تجاوز احنا المفروض هسه البلد هذا الغني بيته أرقى بيت وعايشين أحسن عيشة وأحسن أكل ناكلة شباب يا يعني العايش بالطين وبالوسخ سمونا تجاوز هذا بس إحنا مو بالتجاوزين إحنا هذا بلدنا والحمد لله وشكر هاي ما عدا أكثر المدارس والله المدارس ماكو أنا أسولف وياك لا دارس ولا شايف المدرسة شنو لأن الظروف ما خلتنا ندرس الظروف ما خلتنا ندرس يعني شلون تدرس؟ احنا قضيناها شيل منا وحط هنا وشيل منا وحط هنا وجوك وخفنا وهسه هذا ايش قدني كبرنا انا ما دارس. يعني هاي الموازنه هسه لو لو تلوحنا من عندها هيك شويه قد الاظفر مو شوي هسه احنا خير من الله غني بس هو يعني الحيتان الكبار تلغف ما ما تفيد ما يفيد الحكي كله ما يفيد. ايش عندكم بعد مشاكل غير المدارس والتجارب؟ والله شو تشوف يعني مثل ايش المشاكل؟ هي كلها كهرباء كل ساعه عليك وما يشدون الا ياخذونهم شيل لي الفلوس من عنده يعني تجاوز نفتر على البيوت ندقدق بيبان تجاوز. ديك؟ يدق يدق ندقدق على البيبان يابا تعال اعطينا 2000 3000 نلم البيوت على مود نشد الكيبل يابا ليش هيك قالوا والله الكهرباء بس للطابور أنتم متجاوزين يعني هاي هيك احنا صرنا متجاوزين الحشد هاي الحشد احنا وقدمنا الشهداء صرنا متجاوزين يعني كانما انه مو من البشر يعني مو, مو مو من البلد احنا خارج <applause> احنا يعني يقولون انتم مو من البلد <applause> هاي يا جنسيه عراقيه سووا لو يطلعونا برا البلد احسن لنا خلي يطلعونا احنا غير متجاوزين متجاوزين على العراقي يقولون خلي يطلعونا زين <applause> الاحزاب هم تجي لهنا توصل شيء بالانتخابات يجونك يجيك افتر منا وزع لك شيء تعال اطلع دق لي حتى تنتخبوني حتى تصير بلد غني هو كله كذي بريدي الغفر اولا بسم الله الرحمن الرحيم احنا هاي العوائل اللي ساكنه الموقع هاي من 2006 لحد الان نحن ناس مهجرين جينا بعد احداث ثمر بال2006 المهم نزلنا بهذا المكان وضعنا ماساوي يعني لا حكومه جت شافت وضعنا يعني لا مسؤول سالنا المهم احنا حياتنا مدمره نهائيا يعني بالنسبه لجماعتنا جماعه المحافظه بس بوقت الانتخابات يجون وصار ودلل ونسوي لكم ونجيب لكم مي ونعطيكم كهرباء ونعطيكم بديل وماكو نتيجه بعدين احنا من جينا من احنا احنا من من بعد الاحداث بيوتنا حلالنا شغلاتنا املاكنا كلها راحت وصار لنا ما يقارب هنا هسه هاي دخلنا بالسنه 12 13 سنه كنا نتيجه ماكو يعني احنا ريدنا 100 متر ننزل بيها نبني بنيان مثل مثل باقي الناس ماكو فناشدنا هواي مسؤولين وناشدنا والتقت بينا قنوات وشكينا حالنا ماكو نتيجه فاحنا اللي نطلبه من المسؤولين من الحكومه من الحكومه المحليه رئاسه مجلس الوزراء انتظروا تضرب حالنا لان احنا جينا تهجرنا بال 2006 بعد احداث سامرة وما نتيجه لحد الان يعني احنا في ماشيين نحو المجهول فريق فاكثر من 250 عائله احنا مهجرين اللي موجودين حاليا هنا بالموقع ما كنا نتيجه ما سوينا اي شيء اي حل بعدين وضعنا تعبان وضعنا الاقتصاد تعبان ويعني كل امورنا تعبانه زين احنا على هذا المكان هسه على هذا المكان على هذه الارض اللي هي معسكر وكلها امراض كل مره يهزونا يجينا مستثمر شيل، زين اذا شيل اني وهذا الوضع، انا ما املك ولا درهم ما اقدر ابني لي طابوق الطين، وين اروح؟ وشلون ادبر حالي؟ فاحنا ناشد دراسه الوزراء اولا والحكومه المحليه ان تضرب حالنا وتسوي لنا حل لهي الناس، ناس تعبانه يعني، يعني ما يملك هذا الوقود لو يطلع يطلع للسوق يحصل له 5000 دينار لو ما يحصل. على العموم هاي الناس وضعها تعبان يعني هذا اللي عندنا احنا اللي نسولفه هاي هي مساتنا الموجوده. احنا بسم الله الرحمن الرحيم احنا ترى ناس مهجرين مهجرين من دياله منطقة شهربان عفنا بيوتنا وقيعاننا ومن الالفين وستة لحد هاللحظة هذه لا واحد اجانا مسؤول لا قال ذول ايش لا قال ذول وبراهم بس يعني ولا واحد اجانا ولا واحد شافنا شنو معاناتنا شنو ما حد شافها وانت شوف حالتنا هاي قدامك انت تصور هالمعاناه هاي وشوفها، يعني مو مو شنو شنو اللي يعني اللي بسوينا. ذنبنا شنو احنا نريد نشوفه؟ من وراء هالحكومه هذه هذا ذنب، يعني ذنب الحكومه احنا علينا صار. احنا ناس مرتاحين ومتونسين. يعني هنا حاطين بهالتجاوز هذا لا خدمات، لا مي، لا كهرباء، يعني من كلهن ما موجود. الله وكيلك كان هسه صار أمطوخ بأكو أمطوخ بأكو أمطوخ لي ثلاث ايام مطوف اكو بحيره هاي هنا مقطوعه صوند اندلها، وين صايره واجيب لهم مي العائلة ماكو. اي حكومه ما اجتنا، اي مسؤول وبس وقت الانتخابات يجون بيكم خلوا تدللوا وبيكم احنا نسوي لكم فلان شيء واحنا نسوي لكم فلان شيء وكله قبض ماكو هو يصعد وفلت بعد لا تليفون ولا جاية ولا روحه. طلعت مظاهرات عمي شتتوا والله لا مظاهرات احنا ما طلعنا ليش اقول لك انا طلعنا مظاهرات بس المسؤولين من يروح عندنا مسؤولين نعرف ونروح عليهم واي ون موضوع نطرحه ما ما يجاوبوا اي خلوا تدلل وصار وماكو. نشأتهم تعبانة يروح المدرسة غرقان بالطين ويرجع غرقان بالطين اللي عنده سياره يوصل فروخه واللي عنده سياره ما <applause> احنا احنا كل شيء ما نريد من ماكو شغلته تعبان كل شيء ما نريد من عندهم الله بعينهم بس بس يحط الله بعينه والله يحط يعني هو لو يعرف الله ويعرف دينه اسمه احنا واحد يخاف الله اللي يخاف الله ما الله والله ما رب العالمين ما صار هذا

ظل سبب واحد اكو غيرها ما رد ما رد اسوي لك هاي البحيرات هاي اطفالنا شنو ذنبها نبهي هسه احنا ننتهي ونعبر ونقدر بس اللي هاي اطفال تغرق البنات خطيه حال الضيم حال هي مؤيد احنا ما نريد من عندهم نريد يجيبون لنا بزرات مال سمك واحنا الحين حتى ياخذون ما يعيش بس لا, لا, لا لا ما يموت يلا. يلا. حتى يأخذونه حصه ويانا من عندهم بالنص لا. احنا لا. هم طلعون هم تعبانين عليهم مو احنا ما يخالف <applause> عمي بس خليه يسوي لنا بحيره بطلنا هي جاب بس بحيره نريد ان احنا عقيد بحيره والله يا ريت